فقرتنا اليوم مرتبطة بفقرة الكهرباء. نستعمل في حياتنا اليومية عدة أجهزة كهربائية تحمل على لوحتها الوصفية مقادير الاستعمال لنقرأها ونكتب كل مقدار متبوعا بوحدته. نأخذ الجهاز الأول. الجهاز الأول هو عبارة عن مكواة. تلاحظوا في هذه المكواة كاين أرقام أو مقادير مسجلة. قرأوا هنايا 1000 وحدها دبليو في. تنقراو 220 فولت، هذه ستعرفوها. وهذا مرتبط بلو تيب ديال الجهاز. إذا عندنا رقمين انتبهوا لهم، عندنا 1000 دبليو في 220 فولت. نمروا للجهاز الثاني اللي تنعرفوه كاملين اللي هو مصباح الإضاءة. الأرقام اللي عندنا اللي ستكون مسجلة إما في الحبابة الزجاجية أو لا في العلبة، تنقراو هنا 75، تنقراو وحدها دبليو في. واحد الرقم اللي تنعرفوه اللي هو التوتر الكهربائي 230 فولت. هنا عندنا مصباحين صغيرين تنستعملهم في المختبر بكثرة أو تنستعملهم في السيارات مثلا. تنقراو على هذا المصباح الأول 12 فولت، وحده 21 دبليو في أيضا. المصباح الثاني تنقراو أيضا 12 فولت بجانبه 5 وحدها دبليو في. هاد القيمة اللي حداها دبليو في هي وحدة، واحد القيمة للوحدة ديالها تتكون الواط، وتنسميوها القدرة الكهربائية لا بويسونس إلكتريك، اللي غادي نتعرفوا عليه اليوم من خلال المفهوم ديالها الأول. أي جهاز كهربائي شريناه إلا تيكون عليه واحد الصفائح أو واحد الأرقام مسجلة عليه، تيخصنا نكونو تنفهمو هذوك الأرقام وتنعرفو المدلول ديالها أو المعنى ديالها. مثلا هذه لوحة وصفية لجهاز كهربائي، يمكن يكون تلفازة، يمكن يكون راديو، يمكن يكون أي شيء، فيه أرقام، عدة أرقام. ومن بين الأرقام اللي تلاحظو هنا تلاحظو القيمة اللي تتهمنا اليوم اللي هي مثلا 95، وقلنا الدبليو في هي وات. تنقراو 110 240 فولت اللي تنعرفوها اللي هو التوتر. نعم حيت اذا عندنا هنا لوحه وصفيه لجهاز كهربائي، جهاز كهربائي ما. هذا الجهاز الكهربائي تلاحظوا ان عليه ارقام، ومن بين الأرقام اللي فيها الرقم اللي تهمنا 95 اللي قلنا الدبليو في، غنقولوا 95 واط. الرقم الثاني أو الرقمين الثانيين تنعرفوهم هي 110 240 فولت. هذه علامة تتبين أن الجهاز يشتغل بالتيار المتناوب، وعندنا تردد أو لا فريكونس اللي هي 50 و 60 هرتز. إذا غنمروا ما نسمي بالمميزات الإسمية لجهاز كهربائي. إذا كل جهاز قلنا إلا والصانع تيكتب عليه أرقام، وهذه الأرقام تتسمى المميزات الإسمية. هذه المميزات الإسمية ديال الجهاز الكهربائي هي الإشارات التي يثبتها الصانع على اللوحة الوصفية لهذا الجهاز، وأهمها تلقوا التوتر الاسمي. لاحظوا تنزيدوا كلمة الاسمي، علاش نومينال؟ حيث مكتوب على الجهاز التوتر الاسمي
وهو التوتر الذي يجب أن يغذى به الجهاز ليشتغل بصفة عادية ويحسب بالفولت. سيمكن تلقاو أيضا دائما تلقاو في أجهزة كهربائية مكتوبة القدرة الإسمية. هذه القدرة الإسمية وهي القدرة التي يستهلكها الجهاز عندما يشتغل بصفة عادية وتحسب بالوات. إذن بصفة عامة يشتغل جهاز كهربائي بصفة عادية إذا غذي وفق مميزاته الإسمية. عندئذ القدرة الكهربائية التي يستهلكها تساوي قدرته الإسمية. سنحاول التعرف على بعض الأرقام أو المدلول الفيزيائي لقيم مسجلة على صفحة وصفية أخرى. سؤال: اعطي المدلول الفيزيائي للقيم المسجلة على الصفحة الوصفية التالية. عندنا رقم 1، رقم 2، رقم 3، ورقم 4. بغينا نعطيهم المدلول أو المعنى ديال هاد الأرقام. إذن رقم 1 اللي هو 230 فولت يمثل التوتر الإسمي. أقول التوتر الإسمي. رقم 2 مكتوب عليه 240 واط. قلنا 240 واط اللي هو الموضوع ديال الدرس ديالنا، القدرة الكهربائية الإسمية. من بعد العلامة الثالثة اللي عرفناها في السنة الفارطة اللي تنشوفوا فيها تموجات تدل على نوع التيار المتناوب الذي يشتغل به الجهاز. رقم 4 50 هرتز تدل بطبيعة الحال على التردد الكهربائي أو لافريكونس التي يشتغل بها الجهاز. إذن هاد الأرقام تدل على ما نسمي بالمميزات الإسمية يجب احترامها لكي يشتغل الجهاز بشكل عادي. أعيد الحل. البطاقة تمثل لوحة وصفية تسميها بلاك سيناليتيك لجهاز كهربائي، وهي تتضمن المقادير الفيزيائية لتسميهم لغوندور فيزيك التالية: 230 فولت تمثل التوتر الإسمي. يمكن للجهاز أن يشتغل بتوتر 230 فولت، لاحظوا درتها بين قوسين لأن المعنى ديالها إذا خرجنا على 230 فولت الجهاز لن يشتغل بشكل عادي. الجهاز سيشتغل 230 فولت، التوتر الإسمي ديالو 230 فولت، ما يمكن ليش أنا نجيب له 110 فولت. إذا بغيت نشغله ب 110 فولت لن يشتغل بشكل عادي، سوف لن يشتغل. ولا خديت أكثر من 230 فولت قد يتلف الجهاز لأنني لم أحترم التوتر الإسمي اللي هو 230 فولت. إذن يمكن للجهاز أن يشتغل دائما بتوتره الملائم الإسمي الذي يكون مسجل عليه يجب احترامه. 240 واط نفس الكلام اللي قلت على التوتر تمثل القدرة الكهربائية الإسمية. تموجات رقم 3 تدل على نوع التيار المتناوب. 50 هرتز تمثل التردد الكهربائي اللي كنا رمزنا لها بF اللي هي مقلوب الدور. إذن الآن غادي نحاولوا نتعرفوا أو نكتبوا واحد التعريف على القدرة الكهربائية. والنشاط التجريبي اللي جبنا هنا صورة ديالو اللي هو عبارة عن تركيب مصباحين، وهاد المصباحين مركبين على التوازي، مركبين على التوازي، والمميزات الإسمية ديال كل مصباح هي مسجلة في الحقيقة على المصباح، ولكن هنا في هذه الصورة هي مسجلة في هذه العلبة باش القدرة الإسمية ديالو 21 واط، والتوتر اللي تيشتغل به هو 12 فولت. المصباح الآخر 5 واط اللي هو القدرة الإسمية، و 12 فولت اللي هو التوتر الإسمي. الملاحظة الأولى التي نلاحظ في هذه الدارة الكهربائية أن المصباحين
لا يضيئان بشكل متشابه. نلاحظ أن يضيء المصباح الواحد أكثر من المصباح الجوج. إذا خصنا نطرحوا تساؤل، ما هو السبب في اختلاف شدة إضاءة المصباحين تحت نفس التوتر؟ لاحظوا عندهم نفس التوتر 12 فولت 12 فولت، ولكن الإضاءة مختلفة. إذن الإجابة غتكون عندنا من بعد ما نتعرفوا على التركيب التجريبي. نشغل مصباحين كيفما قلنا L1 و L2 في تركيب على التوازي، يحملان على التوالي الإشارات 12 واط 12 فولت 21 واط عفوا 12 فولت و5 واط 12 فولت. تركيب على التوازي، كل مصباح مكون واحد الطارة مباشرة مع المنبع أو المولد، ولكن الإضاءة مختلفة. تساؤل، شنو هو السبب؟ خصنا نعرفوا السبب. السبب، الملاحظة الأولى اللي تلاحظوا هو الاختلاف ديال القدرة الإسمية المسجلة على كل جهاز. لاحظوا هنا تنشوف 21 واط والمصباح الآخر 5 واط. إذن بما أن القدرة الأولى ديال المصباح الأول أكبر من القدرة ديال المصباح الثاني اللي هي 5 واط، فمن الطبيعي أن المصباح الأول عنده إضاءة أكثر أو أكبر من إضاءة المصباح الثاني. إذا الملاحظة والاستنتاج، نلاحظ قلنا المصباح الواحد يضيء أكثر من المصباح الجوج، القدرة الكهربائية للمصباح الواحد 21 واط أكثر أو أكبر من القدرة الكهربائية للمصباح الجوج اللي هي 5 واط. إذن القدرة الكهربائية مقدار فيزيائي، أقول مقدار فيزيائي لأنني أقارن ما بين مقدارين فيزيائيين، 21 واط أكبر من 5 واط، فلهذا السبب القدرة الكهربائية هي مقدار فيزيائي يعبر عن مدى تفوق إضاءة المصباح الكهربائي الواحد على الجوج. إذن أعيد، القدرة الكهربائية هو مقدار فيزيائي في هذه الحالة يعبر عن مدى تفوق إضاءة المصباح الكهربائي الواحد على المصباح الجوج. ملحوظة، هذه الملحوظة غادي نتعرفوا لأول مرة، غادي نتعرفوا على الرمز ديال هذا المقدار الفيزيائي اللي هو القدرة الكهربائية. بالفرنسية قدرة كهربائية هي puissance électrique. إذن الرمز الذي سوف نرمز به إلى القدرة الكهربائية هو الحرف بي، هو الحرف بي. إذن سوف نرمز للقدرة الكهربائية بالحرف بي. مثلا الأمثلة اللي عندنا هو أن المصباحين، المصباح الأول اللي فيه 21 واط القدرة الكهربائية للمصباح الأول، غنكتبو بي واحد تساوي 21 واط. تمثل 5 واط القدرة الكهربائية للمصباح الثاني، وتنكتبو بي جوج تساوي 5 واط. إذن أعيد، رمز القدرة الكهربائية هو الحرف بي. بعد ما عرفنا رموز السنوات الفارطة اللي هما ديال الشدة ديال التيار الكهربائي اللي قلنا هي إي، والتوتر الكهربائي اللي هو U، المقاومة الكهربائية اللي هي R، هذا مقدار آخر جديد تنتعرفوا عليه اللي هو ديال القدرة الكهربائية اللي غادي نرمزوا بالحرف بي. إذا نحاولوا الآن نكتبوا واحد التعريف لهذه القدرة الكهربائية. شنو هي القدرة الكهربائية؟ ما هي القدرة الكهربائية؟ القدرة الكهربائية بي لجهاز كهربائي كيف ما بغى يكون الشكل ديالو، هو مقدار فيزيائي يعبر عن مدى تفوق هذا الجهاز على الإضاءة، بحال المثال اللي خدينا احنا في النشاط ديالنا ديال مصباحين، أو التسخين إلا خدينا مسخنين. المسخن اللي غادي تكون القدرة الكهربائية ديالو أكبر غيكون عنده واحد
الجودة في التسخين وسوف يعطي حرارة أكثر، فبالتالي القدرة الكهربائية الكبيرة دائما تكون هي التي تعبر على مدى التفوق ديال هذا الجهاز. إذا القدرة، أعيد، القدرة الكهربائية بي لجهاز كهربائي مقدار فيزيائي يعبر عن مدى تفوق هذا الجهاز على الإضاءة أو التسخين أو غير ذلك، طبيعة الحال حسب الجهاز الكهربائي. القدرة الكهربائية هي مقدار فيزيائي، إذن عنده وحدة، والوحدة ديالو اللي تعرفنا عليها هي الوحدة الواط، بحيث الوحدة العالمية للقدرة الكهربائية هي الواط، نرمز لها بالدولفي، نرمز لها بالدولفي. إذن الوحدة العالمية للقدرة الكهربائية، أعيد، هي الواط ورمزها دولفي. كيف ما عرفنا رموز أخرى في الكهرباء وعرفنا الوحدات العالمية ديالها، هذه القدرة الكهربائية تنعرفوا أنها الوحدة ديالها العالمية هي الواط ونرمز إلى بالدولفي. إذن كل وحدة إلا وتكون عندها مضاعفات وتكون عندها أجزاء بطبيعة الحال. من بين الوحدات العملية للقدرة الكهربائية هي من أجزاء الواط، من أجزاء الواط نجد الميلي واط، أقول ميلي واط، واحد ميلي واط تساوي 0.001 واط، أو نكتب تساوي 10^3 واط. من مضاعفات الواط ماذا نجد؟ نجد الكيلو واط، الكيلو واط اللي تساوي 1000 واط وتساوي 10^3 واط، أيضا نفس الكتابة 1000 واط، وحنا نعرفوا علاش نكتبوا هذه الكتابة من تكون عندنا الأصفار كثيرة بحال هذه الوحدات اللي غيجيو من بعد. الميجاوات، من مضاعفات الواط نجد الميجاوات، الميجاوات تتساوي مليون، إذا 6 الأصفار يمكن ننسى واحد الصفر، إذا في الرياضيات ساعدونا وتنكتبوا 10^6 واط. وغادي تلاحظوا الرمز ديال الميجاوات هو مشابه للرمز ديال الميليوات، إذا باش نعرف واش الميليوات أو الميجاوات، الميليوات تنكتبوها بواحد مينيسكول، واحد الحرف مينيسكول ام، والميجاوات نحاولوا نكتبوا حرف كبير باش نعرفوا انها راه وحده كبيره. كاين الجيجاوات، الجيجاوات اللي غنكتبوها واحد جيجاوات اللي هي واحد، ولاحظوا 9 ديال الاصفار مليار، اذا يمكن لي نخطا وننسى واحد الصفر او لا هذا، اذا من الاحسن نكتب 10^9 واط. اذا هاد الوحدات هادو يمكننا نصادفهم في التمارين، يمكننا نصادفهم في تحويلات تطلبهم منا في التمرين للرجوع الى الوحده العالميه. اذا الواحد خصو يعرف كيفاش يحول من وحده الى اخرى بطبيعه الحال. كتطبيق او كتمرين تقويمي غنحاولوا نحولوا هاد بعض الوحدات. قالوا لنا حول الى الوحده المطلوبه 0.25 واط، هنا خصني نعرف العلاقة اللي كاينة ما بين الواط والميلي واط. أنا تنعرف أن واحد واط هي 1000 ميلي واط، إذا تيمكن ليا ندير العملية بسرعة، نضرب 0.25 في 1000 وتلقى 250 ميلي واط. 0.45 كيلو واط غتكون هي 450 واط، نفس الشيء لأن واحد كيلو واط هو 1000 واط. 0.31 ميجاوات، إذا ما بين الميجاوات والكيلوات أيضا كاين 1000، إذا غتكون هي 310 الكيلوات. 0.75 جيجاوات، إذا لا بغيت نحولها للميجاوات خصني نعرف أن واحد جيجاوات هي 1000 ميجاوات، تنضرب 0.75 تنلقى 750 ميجاوات. تيمكننا نخدموها هكا ذهنيا إذا تعودنا على التحويلات، تيمكننا نديرو التناسبية. اللي ما تيتمكنش تيمكن له يستعن بجدول ديال
التحويلات. هاد الجدول ديال التحويلات تلاحظوا ما بين خانه وخانه، ما بين وحده وحده خانتين. الجيجاوات تنخليو خانتين فارغين وتنكتبوا ميجاوات، نفس الشيء ما بين الميجاوات والكيلووات بالترتيب خانتين، ما بين الكيلووات والوات ايضا خانتين، ما بين الوات والميليوات ايضا خانتين. يعني ان واحد جيجاوات هو 1000 ميجاوات. الى قلت واحد ميجاوات هو 1000 كيلووات، الى قلت واحد كيلووات هو 1000 وات، الى قلت واحد وات هو 1000 ميليوات. هذا المثال الاول اللي كنا خرجنا باش حولنا الوحدة ديالنا وتنستعنوا بالجدول. اللي تيجيه سهل الجدول يمكن له يستعمل الجدول ديال التحويلات. غنمروا الان لرتب قدر القدرة الكهربائية لبعض الأجهزة. اي جهاز الا وتتكون عنده واحد الرتبة ديال واحد القيمة تتسمى رتبة قدر القدرة الكهربائية. من بين هاد الأمثلة كاين ساعة يدوية، ساعة يدوية إلكترونية تيكون مكتوب عليها القدرة أو القدرة ديالها الإسمية تتكون تقريبا 1 ميلي واط اللي هي 10^-3 واط. مصباح جيبي، المصباح الجيبي اللي تنعرفوا داك المصباح الصغير اللي تيكون عندنا في المختبر أو اللي تنخدموه في المصباح الجيبي بيل تيكون عليه 1 واط تقريبا. المقدار الثالث مصباح الفليوري اللي حنا تنسميوه المصباح الاقتصادي تتكون مكتوبة عليه 40 واط، بي تساوي 40 واط. المصباح الإنارة 100 واط اللي سنعرفه كاملين، بي تساوي 100 واط. كاين التلفاز تقريبا القدرة الكهربائية ديالو 200 واط. تلقاو الأورديناتور أو الكمبيوتر 300 واط، القدرة ديالو بي 300 واط تقريبا. المكواة 1 كيلو واط 10^-3 واط. الفرن الكهربائي بي تساوي 2 كيلو واط اللي هي 2000 واط، اي فرن كهربائي فهو يستهلك. القاطرة ديال التي جي في 8 ميجا واط، 8^-6 واط تقريبا. تلقاو المحطة الكهربائية اللي تزودنا بالكهرباء تتكون فيها الجيجا، 1 جيجا واط مثلا 10^-9 واط. مفاعل نووي اللي هو 3 جيجا واط، اكثر من المحطة السابقة 3^-10^9 واط. اذا الان ملي تعرفنا على هذا الرتب تندوزو الجزء الثاني اللي هو العلاقة بين القدرة الكهربائية وشدة التيار والتوتر الكهربائي. هذه العلاقة بين القدرة الكهربائية وشدة التيار الكهربائي والتوتر خصنا نعرفوا شنو هي التجربة اللي تتخلينا نلقاو العلاقة اللي تتوجد بيناتهم ما بين القدرة بي الكهربائية وشدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي. عندنا هنا تبيانتين لدارتين كهربائيتين. التبيانة الأولى مركبة فيها المصباح الأول ديالنا اللي كنا شفنا الصورة ديالو ديال 15 واط، تلاحظوا هنا 15 واط اللي فيها 12 فولت. والدارة الثانية مركبين فيها مصباح آخر اللي فيه 36 واط، بطبيعة الحال وتيشتغل أيضا بنفس التوتر 12 فولت. فهاد الدارة الكهربائية عندنا مولد للتوتر الكهربائي للتيار الكهربائي، عندنا أمبيرمتر اللي غنقراو فيه الشدة ديال التيار الكهربائي، وعندنا الفولتمتر المركب على التوازي ما بين مربطي كل مصباح. إذا ملي تنشغلوا الدارة الكهربائية أو المصباح، المصباح يضيء بطبيعة الحال، الجهاز ديال الأمبيرمتر تيعطينا الشدة لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية. الجهاز الفولتمتر ايضا الابره ديالو تتحرك وتعطينا التوتر الذي يوجد ما بين مربطي المصباح الاول ثم المصباح الثاني. اذا هنا تنديروا واحد الجدول اللي تنحاولوا ناخذوا فيه النتائج اللي غادي نحاولوا باش نبحثوا على العلاقه اللي غادي تكون ما بين هاد المقادير اللي عندنا اللي هي اي اللي تتعطيها لنا الامبيرمتر
اللي هو اول اللي تيعطينا الفولت مات والقدره ديالنا الكهربائيه اللي تتكون مسجله على الجهاز. اذا الجدول ديال النتائج، المصباح الاول عندنا القدره المسجله عليه 15 واط، التوتر ما بين مربطيه 12 فولت، الشده التي نقراها على جهاز الامبيرمتر تنقراو 1.24 امبير. الخانه الاخيره تلاحظوا كاين جداء او في اي، هذه مقارنه، يمكننا نقول مقارنه ممكن، لان دائما ملي يكونوا عندنا مقدارين اما تنديروا عمليه الضرب او عمليه القسمه باش نحاولوا نشوفوا شنو هي العلاقه اللي كاينه ما بين هاد المقدارين الفيزيائيين. ملي تنديروا الجداء تلقاو 14.88، 14.88. المصباح الثاني مكتوب عليه 36 واط، التوتر الذي نقراه على جهاز الفولت متر 12 فولت، الشده التي تمر فيه 2.98، ملي تنديروا الجداء تلقاو 35.75. اذا كاستثمار لهذه النتائج ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان الجداء او في اي يساوي تقريبا القدره المسجله على الجهاز، ان لم نقول ان القدره الكهربائيه تساوي الجداء ديال التوتر الكهربائي في الشده. هنا 14.88 هي 15 واط، 35.75 هي 36 واط. اذا ما هي القدره الكهربائيه وما هي العلاقه التي توجد ما بين التوتر والشده وهذا المقدار الجديد اللي هو القدره الكهربائيه؟ هو الاستنتاج ديالنا، بحيث نقول او نستنتج ان حاصل الجداء او في اي يساوي تقريبا القدرة الكهربائية المسجلة على المصباح، ونكتب أن بي تساوي U في E، ونكتب أن بي تساوي U في E. القدرة بي بالوات، التوتر U بالفولت، شدة التيار E بالأمبير، الوحدات العالمية لهذه المقادير الثلاث اللي عندنا في العلاقة اللي كاينة ما بين القدرة الكهربائية والتوتر الكهربائي وشدة التيار. إذا نحاول أن نطبق هذه العلاقة هذه في تقويم، ولكن قبل ما نتكلموا على التقويم أو التمرين، غادي نحاولوا نتكلموا على نوعي التيار الكهربائي، بحيث الأجهزة الكهربائية، بعض الأجهزة الكهربائية تشتغل بالتيار الكهربائي المستمر، ولكن الأجهزة التي نشغلها في المنزل لا تشتغل بالتيار الكهربائي المستمر، وإنما تشتغل بالتيار المتناوب الجيبي اللي درسناه في السنة الثانية. فلهذا هذه العلاقة بي تتساوي U في E لا تطبق على جميع الأجهزة لما يكون التوتر الكهربائي المتناوب الجيبي أو التيار المتناوب الجيبي، وإنما تطبق إلا بالنسبة للأجهزة التي تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية، مثلا مكواة، مدفاة، مصباح. هذه الأجهزة فيما تنقسم تنحس أن هناك حرارة، تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. فبالتالي العلاقة بي اللي عندنا تتساوي U في E في هذه الأجهزة يمكن أن نطبقها، ونسمي التوتر والشدة بكلمتي الفعالتان، التوتر الفعال في الشدة الفعالة U إفيكاس في E إفيكاس. التيار المستمر ما كاين حتى شي إشكال، بي تتساوي U في E، ولكن بالنسبة للتوتر المتناوب الجيبي تتولي العلاقة هي بي تساوي U إفيكاس في E إفيكاس، هي نفس العلاقة، فقط خصنا ننتبه أن التوتر هو فعال والشدة أنها هي الشدة الفعالة. إذا الملحوظة اللي غنقراو في الأخير ديال هاد الفقرة هذه، لا تطبق العلاقة U في E على الأجهزة التي تشتغل بالتيار المتناوب الجيبي إلا، لاحظوا، إلا بالنسبة للأجهزة التي تشتغل تحت مفعول التأثير الحراري للتيار الكهربائي مفعول جول.
فاصلة. كلمة جول احنا غادي نتعرف عليها في الدرس المقبل. مثل المصباح، قلنا المكواة، المدفاة، الفرن الكهربائي، يعني جميع الأجهزة التي تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. مع U و E القيمتان الفعالتان، ونقول التوتر الكهربائي الفعال وشدة التيار الكهربائي الفعالة، يعني أن P تساوي U إفيكاس في E إفيكاس. إذن لنحاول أن نطبق هذه العلاقة الجديدة التي توجد ما بين القدرة والتوتر والشدة، ونجيب عن السؤال التالي: أحسب شدة التيار الكهربائي المار في مدفأة كهربائية قدرتها الكهربائية 2.5 كيلووات عندما نشغلها بتوتر يساوي 220 فولت. هذا سؤال مباشر باش يمكننا نحسبه شدة التيار الكهربائي. ماذا نعلم؟ ماذا نعلم؟ نعلم أن العلاقة ما بين القدرة والشدة، ما بين العلاقة ما بين الشدة والقدرة والتوتر هي اللي شفنا سابقا، اللي هي P تساوي U في E. إذن أول حاجة تنكتبوا العلاقة، تنكتبوا نعلم أن أو لدينا، ونكتب العلاقة P تساوي U في E، وتنخرج منها المجهول. شكون هو المجهول؟ هو شدة التيار، هو المطلوب مني. هاد الشدة ديال التيار الكهربائي غادي تكون تتساوي هي القدرة الكهربائية على التوتر الكهربائي. أعيد، نعلم أن P تتساوي U في E. باش سهل عليا الحفظ ديال هاد العلاقة، بالفرنسية puissance تتبدأ ب P وتتبع U وتتبع E. إذن P تتساوي U في E للحفظ بسهولة. P تتساوي U في E، إذن E تتساوي P على U. المعطيات اللي عندنا: P تتساوي 2.5 كيلووات، واش غنخدم ب 2.5 كيلووات؟ لا، خصني نحولها إلى الوحدة العالمية اللي هي الوات. 2.5 كيلووات تتساوي 2500 وات، لأن الكيلو وات هو 1000 وات، إذن 2.5 هي 2500 وات. ولدينا التوتر 220 فولت. تنمروا للتطبيق العددي، مثلا نكملوا التحويل. التطبيق العددي هو ان اي تتساوي 2500 واط قسمة 220 فولت، بحيث اي تساوي 11.36 امبير. وما ننساش الوحدة، النتيجة بدون وحدة تعتبر خطأ. إذن دائما ما ننساش الوحدة ديال النتيجة أو الشدة إي اللي هي الأمبير. إذن بعد هذا التقويم هذا انتهت الحصة ديالنا ديال اليوم، ونخليه الفقرة المقبلة إن شاء الله في الحصة الثانية. وشكرا. إذن بعد هذا التقويم انتهت الحصة ديالنا اليوم، ونشوفوا الحصة المقبلة البقية ديال الدرس. وشكراً.